الركن الثالث من أركان الإيمان، الإيمان بالكتب. ركن قصد هذا وأركان الإيمان ككم إذا وحوي إلا الرومية كتبت إلى هزودة شيء. نؤمن بجميع الكتب المنزلة من السماء. وحن رومين إن كتبت لما إلى هزودة شيء. وأن كلام الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام يليق به سبحانه وتعالى. إن كتبت ست هاي إلهي هذا الكيس وكلام كيس أي تاي. إلهي نوحكوها الله كلام أصدق ومناسبة وعنتمة. وأن منزل لا مخلوقة. أين الكتب تأسيتها؟ كتب إلهي عقس لقسود الشيء أساهين كتب لأبوري. وأن الله سبحانه وتعالى أنزل مع كل رسول كتاب. إنه إلهي رسول كستقول لسود الشيء كتاب أوسيه إنا رومينه. نؤمن بجميع الكتب. كتب تأمنت إلهي سود الشيء ورومينينا. ونؤمن بما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائها. وحان رومينينا أنت إلهي نوش يقيم بقعيدودة. القرآن. قرانك والتوراة هي التوراة والإنجيل هي إنجيل والزبور هي الزبور والصحف إبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام إيو وراقه أما الصحف النبي إبراهيم يعني موسى لو سودتي ونؤمن بما علم الله سبحانه وتعالى من أخبارها وأحكامها وأن القرآن ناسخ لتلك الكتب وحن رمينا إن الإلهي نوش أخبارته ذا أكو سابسا هي أحكامته ذا هي إن القرآن كوي هاي كين السخي لما كتب تيكو ريسولن نؤمن بهذه الكتب لكن لا نطالع ما فيها نطالع ما في القرآن والسنة والله أعلم كتب تاس ورمينينا لكن ما أخرسنا إنه ما نطالعنا إنه وحن طالعنا إنه أو راعنا قرآن كإلهي نوسد شيء والله أعلم